مختصة على للحديث على مستقبل ويكي عربية. This session will be about future of Wiki Arabia, and we will have in some different input to Wikimedia Foundation in the person of Valerie from our representative for Arabic community here. So before starting, we'd like to share with you some videos of people that were intending to come, but for some visa reason, issues, they don't able to come. So we can share with you some videos so that you can hear them what their thoughts. هلا راح نشير معكم فيديوز الأشخاص اللي كانوا متوقعين يحضروا معنا في المؤتمر لدواعي أسباب الفيزا ما حضروش معنا ونخليكم تشوفوا الفيديوز. المغرب فيكم من مدينة كوبرتال في ألمانيا. للأسف مثل ما على أغلب معظمكم بيعرفوا ما قدرت إني آخذ فيزا للمغرب مشان العربية، فهنا بحاول إنه أعوض عن قلبي الكسير وأحزاني برفقة الويكيبيديين الألمان بدل الويكيبيديين العرب. طبعا يعني ما في شيء بيعوض عن رفقتكم. بس شوية كلمات سريعة بصراحة، كنت كثير حابب أكون موجود بينكم اليوم. كثير غيران من جميع الموجودين بمراكش، من البلد الرائع اللي عم تشوفوه، من كل الاجتماعات والنقاشات المهمة اللي عم تخوضوها اللي ما بقدر أكون فيها. بقدم اعتذارات سريعة للأشخاص اللي ألقيت عليهم بأعدائي بسبب عدم وجودي بوكا عربية. لأن أخذت عني ورشة وكي جرام اللي كان المفروض أقدمها، الزميل فرح لتمثيل مجموعة كوميديا بلاد الشام، وطبعا الأهم هو وجود إعلان يمكن لسه ما سمعتوه، إعلان كبير إن شاء الله بنهاية المؤتمر، مو كثير كبير بس يعني إعلان مهم. رح يتولى الزميل بشندر نيابة عني وعن مجموعة من الأشخاص اللي كنا عم نشتغل عليه خلال الشهور الماضية، بدءا من الاجتماع العربي ببرلين. فبس حابب أتمنى لكم مؤتمر رائع وناجح جدا هون بويكون بألمانيا، في برضه نقاشات مهمة بس ما عم أفهمها كثير. أتمنى لكم كل التوفيق وصراحة مشتاق لكم جدا وأتطلع للقاء قريب. مع السلامة. أنا براء قمارة، محررة في ويكيبيديا العربية وعضو في ويكيبيديا بلاد الشام من فلسطين. بالنسبة للتعقيب على ويكي مؤتمر ويكي عربية 2019، طبعا أنا حصلت على منح للحضور لكن للأسف الظروف لم تواتي لأني أحضر معاكم. صراحة من هالحكي حسيت كيف شعور إنه إشي إنه أنت شو منحك؟ معقول هذه كل الظروف تمنعك تكون معاهم؟ حتى تشوف الشغلات المداخلات والامور هاي، لكن الشيء اللي الحلو انه انا ما حسيت حالي جدا ابدا، يعني بعد ما شفت المداخلات شفت الجو شفت الناس لما تفوت تعمل ريجستريشن والى اخره حسيت انه انا فعليا معاكم انا مش بعيدة. فطبعا شكرا كثير على كل الجهود المبذولة، شكرا كثير على المنظمين خاصة وعلى الناس اللي حضروا من هون عشان يشوفوا او يفرجوا شو في بتصير مشاريع، شو في بتصير شراكات، شو في بتصير شغلات. فبتمنى لكم التوفيق من كل قلبي. في كمان نقطة إنه أنا حتى لو بعيدة يعني رح أكون معاكم اليوم، رح تصير ويكي جاز الساعة 10 الساعة 1، وإن شاء الله رح أشارك فيها معاكم يعني حتى لو أنا بعيدة يعني، لكن إيه لبسات خاصة معاكم. سلامي للجميع وبتمنى إنكم تقضوا أحلى وقت، وإن شاء الله يا رب بالتوفيق في كل الشغلات اللي عم بتصير حاليا، وإن شاء الله توصل بالسلامة يا رب. يوسف محمد منصور. تحية للمجتمع الكبير العربي وللشركاء والضيوف الحاضرين لويكي عربية مراكش 2019. تحية لكميديا المغرب لتنظيمها هذا الحدث الهام، وأخص بالشكر المحبوب أناس الذي بدأ معي
جهدا كبيرا لتأمين حضوري، لكن الظروف حالة دون ذلك. كويكيبيدي من ليبيا، يهمني جدا أن أستذكر معكم في هذه المساحة الراحل محمد الزروق الموندو. لم أتحدث عن الجانب الإنساني هنا، لكني سأتحدث عن عظيم مساهماته وخسارتنا الفادحة. فهو ليس مستخدما عابرا، بل له بصمة واضحة خاصة في السنوات ما بين 2008 و 2011. تميز الراحل بعطائه في مجالات عدة داخل ويكيبيديا العربية، فهو قام بوضع أساسات لمشروع ويكيبيديا عبر سلسلة من المقالات عن المواقع الأثرية والتاريخية وكل ما يتعلق بالعمارة، سواء كان داخلية أو خارجها. كما له اهتمام خاص بالمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والكتابة عن شخصيات مختلفة داخل ليبيا، سواء كانت قديمة أو حديثة، كذلك خارج ليبيا. كان بحق وفيا لأهداف ويكيبيديا دون أي محاولة لاستغلالها لنشر أيديولوجيا معينة. فالراحل حتى في حياته الخاصة كان يلتزم الموضوعية والتجرد، ولم يعرف عنه إساءة استخدام صلاحياته الإدارية سواء قبل 2011 أو بعد 2011. خسارته فادحة لنا في ليبيا أكثر من غيرنا، فقد فقدناه في الوقت الذي كنا نسعى لتأسيس مجموعة مستخدمي ليبيا، فكان رحيله ضربة مؤلمة أوقفت كل شيء. لكننا سنواصل، وسيكون محمد الزروق الموندو حاضرا بمساهماته وإيمانه العميق بفكرة ويكيبيديا، وسيكون دائما مصدر فخر لنا. وعلى سيرة السعي لتأسيس مجموعة مستخدمي ليبيا، أود أن أشكر ويكيميديا تونس، خاصة يامن، آمنة والحبيب، الذين كانوا داعمين لهذه الخطوة في ويكي انتابة تونس 2018، وقد ربطتهم باتصال صوتي مع محمد الزروق الموندو، لكن رحيله جعلنا نأجل ونؤجل. كنت أنوي الحديث عن عدة نقاط في حال حضوري لويك عربية مراكش. سأختصر هذه النقاط بالحديث عن أني مهتم بتناول ثلاث محاور عامة ومحور قد يكون خاصا. المحاور العامة، كنت أود أن أتحدث عن سبل ضمان أكثر للحيادية، ليس فقط في مقالات الموسوعة بل أيضا عبر الحسابات الاجتماعية المعبرة عن مجتمع ويكيبيديا العربية ومقالاتها. كنت أيضا أود التطرق إلى أن النقاشات، أي نقاش يتعلق بويكيبيديا العربية، من المهم أن يكون داخل صفحات الميدان ونقاشات المقالات والسياسات وليس عبر وسائل التواصل، فالأرشفة مهمة. كنت أود أيضا أن أتطرق في حديثي مع الزملاء إلى أن الدعوة إلى تطوير السياسات أو اتخاذ القرارات الهامة عبر النقاش ثم النقاش وليس عبر استعمال التصويت، فالتصويت حل استثنائي يستخدم في أضيق المجالات، فيفترض أن المجتمع وصل من الوعي إلى أن الركائز والسياسات المهمة غير قابلة للتصويت والحشد وكذلك الحشد للتصويت، وإنما عبر النقاش والتوضيح. شكر خاص للعزيز فرح لحرصه على حضوري معكم عبر هذا التسجيل. شكرا فرح. لا يمكنني أن أفوت فرصة مثل هذه دون أن أشكر العزيز حلمي الذي كان على الدوام حريصا على استئناف نشاطي. ولهذا أود أن أتناول المحور الذي قد يكون خاصا. كان بودي أن نتناول موضوع كيفية الاستفادة من المستخدمين في المتواجدين في أماكن غير مستقرة. أشكر حلمي مرة أخرى، فهو كان حريصا على الدوام للتواصل وللدفع وللدعم لاستئناف النشاط. ختاما أحييكم من ضواحي العاصمة الليبية طرابلس التي وصلتها البارحة من كبر مدن شرق بنغازي. نراكم قريبا. يوسف محمد منصور، تحية لمجتمع ويكيبيديا العربية وللشركاء والضيوف الحاضرين لويكي عربية مراكش 2019. تحية ويكيبيديا المغرب لتنظيمها هذا الحدث الهام، وأخص بالشكر المحبوب أناس الذي بدأ معي
جهدا كبيرا لتأمين حضوري، لكن الظروف حالت دون ذلك. كويكيبيدي من ليبيا، يهمني جدا أن أستذكر معكم في هذه المساحة الراحل محمد الزروق بالمونتو. لن أتحدث عن الجانب الإنساني هنا، لكني سأتحدث عن عظيم مساهماته وخسارتنا الفادحة. فهو ليس مستخدما عابرا، بل له بصمة واضحة خاصة في السنوات ما بين 2008 و2011. تميز الراحل بعطائه في مجالات عدة داخل ويكيبيديا العربية، فهو قام بوضع أساسات لمشروع ويكيبيديا عبر سلسلة من المقالات عن المواقع الأثرية والتاريخية وكل ما يتعلق بالعمارة سواء كان داخل ليبيا أو خارجها. كما له اهتمام خاص بالمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والكتابة عن شخصيات مختلفة داخل ليبيا سواء كان قديما أو حديثا، كذلك خارج ليبيا. كان بحق وفيا لأهداف ويكيبيديا دون أي محاولة لاستغلالها لنشر أيديولوجيا معينة. فالراحل حتى في حياته الخاصة كان يلتزم الموضوعية والتجرد، ولم يعرف عنه إساءة استخدام صلاحياته الإدارية سواء قبل 2011 أو بعد 2011. خسارته فادحة لنا في ليبيا أكثر من غيرنا، فقد فقدناه في الوقت الذي كنا نسعى لتأسيس مجموعة مستخدمي ليبيا، فكان رحيله ضربة مؤلمة أوقفت كل شيء. لكننا سنواصل، وسيكون محمد زروق الموندو حاضرا بمساهماته وإيمانه العميق بفكرة ويكيبيديا، وسيكون دائما مصدر فخر لنا. وعلى سيرة السعي لتأسيس مجموعة مستخدمي ليبيا، أود أن أشكر ويكيميديا تونس، خاصة يامن، آمنة والحبيب، الذين كانوا داعمين لهذه الخطوة في ويكي انتابة تونس 2018، وقد ربطتهم باتصال صوتي مع محمد زروق الموندو، لكن رحيله جعلنا نؤجل ونؤجل. كنت أنوي الحديث عن عدد نقاط في حالة حضوري لويك عربية مراكش. سأختصر هذه النقاط بالحديث عن أني مهتم بتناول ثلاث محاور عامة ومحور قد يكون خاصا. المحاور العامة، كنت أود أن أتحدث عن سبل ضمان أكثر للحيادية، ليس فقط في مقالات الموسوعة بل أيضا عبر الحسابات الاجتماعية المعبرة عن مجتمع ويكيبيديا العربية ومقالاتها. كنت أيضا أود التطرق إلى أن النقاشات، أي نقاش يتعلق بويكيبيديا العربية، من المهم أن يكون داخل صفحات الميدان ونقاشات المقالات والسياسات وليس عبر وسائل التواصل، فالأرشفة مهمة. كنت أود أيضا أن أتطرق في حديثي مع الزملاء إلى أن الدعوة إلى تطوير السياسات أو اتخاذ القرارات الهامة عبر النقاش ثم النقاش وليس عبر استعمال التصويت، فالتصويت حل استثنائي يستخدم في أضيق المجالات، فيفترض أن المجتمع وصل من الوعي إلى أن الركائز والسياسات المهمة غير قابلة للتصويت والحشد وكذلك الحشد للتصويت، وإنما عبر النقاش والتوضيح. شكر خاص للعزيز فرح لحرصه على حضوري معكم عبر هذا التسجيل. شكرا فرح. لا يمكنني أن أفوت فرصة مثل هذا. كان المفروض نكون موجودة معكم، لكن الظروف خاصة ما نجمش نكون موجودة معكم على الأقل. نحب نشكر المنظمين تاع المؤتمر كل فردا ويكيميديا مغربي، يعطيكم الصحة وإن شاء الله يا ربي نتقابلوا في مؤتمرات أخرى إن شاء الله. أي حاجة تحبوا تعرفوها على الكلام ولا على مشاريع الكلام ولا على التجربة اللي صارت في تونس، تنجموا تتصلوا بيا معناتها تنجموا تلقاوني على الميتال وإلا على الميل بتاعي. نحب نشكر إيمنا صديقتي اللي هي معناتها عوضتني وقامت اليوم بتقديم البريزنتيشن بتاعي. دونك إن شاء الله نشوفكم في المناسبات القادمة في مؤتمرات جديدة إن شاء الله. وميرسي ويكيميديا المغرب، ميرسي ميرسي ميرسي، يعطيكم الصحة، باي باي. السلام عليكم، صباح الخير اخوتي الاعزاء. Sorry to interrupt the session here, but it's bad to say goodbye. I have to go now and I couldn't go without saying goodbye, and it's with
great pleasure that I know you and I meet you now, and now that my family has become more larger, and it's a great thing. And I hope that we can work together and build a new generation for the future. Thank you. Thank you. Your experience here in Morocco, and I hope that will be more edition here in Morocco, and see you here and other cities to know about more Morocco. So thank you, and it was very great pleasure to see you. And Safar Saeed. Assalamu alaikum. There are some wonderful words from participants that could attend from Libya, from Iraq, from Tunisia, someone from some reasons. So we would like to have a discussion with you so that we can anticipate this problem for future Wikirabias, and to have more participants from other countries, and so that we can have more discussions and more conversations around Wikirabia. So now we would like to let you present you the next Wikirabia organizer, and they will let you know where it will be held next year. So الآن سأقدم لكم فريق تنظيم ويك عربية القادم السنة الجاية, وراح يقول لكم في وين المكان, وين بالضبط, والموعد كذلك. تفضل. أهلا بكم مرة أخرى. ويك عربية 2020 ستكون بالجزائر. Translate in English. The next Wikirabia will be in Algeria. So I want to باغي ألقي بعض الكلمات على المؤتمر. مدينة الجزائر العاصمة هي من أجمل مدن الجزائر. لدينا لا مازال لدينا تقريبا 30 مسائل متطوعين, أكثر من 30 متطوعين سيساعدون على تنظيم المؤتمر. سنحاول أن نكون على نفس ال على نفس النيفو المستوى تاع مراكش. وباغي نقول شكرا للمنظمين عن هذا, وإن شاء الله نتمنى ونشوفكم في الجزائر العام الجاي كلكم اللي راكم هنا. مرحبا بكم. I want to add some information about the conference. We have over than 30 contributors who will help us to start the conference, and we hope to be at the same level of this conference in Marrakesh. And I want to thank the organization team here, and I hope that I will see you the next year in Algeria. So you are welcome. نخليكم تشوفوا معنا فيديو على مدينة الجزائر باش يكون عندكم اللذة باش تبغيو تجيو العام الجاي عندنا. I will show you a short video about Algeria. Maybe you will see this video and you will love to come to our conference. So I want to ask the Algerian team to come here. Zakaria, Hisham, Zinou, Tatiana. Akia also, yeah, Aisha. So this is a small part of our team. هذا جزء صغير من فريقنا اللي راح ينظم الويكي عربية 2020. Thank you.
about how the next edition of Wikarabia would be. It's your time to let the Algerian team with your comments, ideas, so that you can share with them. إذا كان عندكم أي اقتراحات أفكار كيف تشوفوا النسخة الجاية للويكارابيا يمكن مشاركتها مع فريق التنظيم الجزائري لكي تكون النسخة الجاية الأفضل والأحسن على الإطلاق إن شاء الله. أنا بنيتوا المواضيع ديال ليرنينغ دايز على أسئلة قد يتوجهوها الناس اللي غادي يحضروا باش تعرفوا المواقع مواقف نقاط الضعف والخلل اللي بغيو يخدموا عليهم وديروا لنا تليفون من راسك بيجين ويل اوكي نستارت All channels of نفتح قنوات للتواصل معكم الاستماع إليكم to listen to you or idea are welcome or new proposition are welcome كل اقتراحات مفتوحة هذا سيكون مؤتمر لكل العالم العربي ولكل all for all Arabic community and للعالم العربي وهي ليست فقط سوف نحن بمشاركة أنتم سوف ينجح هذا المؤتمر هنا عندنا في الجزائر إن شاء الله. توجه لتحضير المؤتمر اكيد غيكون ناجح. انا عندي غير اقتراح واحد مرتبط بالفكره ديال اهميه ديال مساله الزمن في تنظيم المنتديات ديال اللي تكون فيهم خصنا نستمعوا في الاراء مثلا في المجالس ديال الاستماع لاجل جمع الاراء وجمع الاقتراحات خصنا نفكروا في اهميه الزمن باش ما نطيحوش في داك الشيء تيديروا الديمقراطيات العربيه ديال اجي غادي نفتحوا الباب ولكن غنزيروا الزمان ونطيحوا في اوركستراسيون ديال فالزمان هي بالنسبه عطيو الوقت نسمعوا الناس. معليش انا اصبر مش باغي تقول بال 12 شهر 365 يوم لتلقي كل الافكار والاخرى لانجاح هذا المؤتمر. نظن هذا هو السؤال. عذر اعتذر عن اقصد بالزمن هو الشرط الضروري ان نعطي الوقت للتفكير او الوقت الكافي مثلا في تنظيم حلقه اللي فيها اسئله المشاركين. يجب مثلا ان نفكر في العامل الزمني، ان لا يكون العامل الزمني طريقه لاغلاق سمع اراء الاخرين فقط. في الحقيقه انا بطلب في المؤتمر القادم وبأمل أن أشوف حضور أكبر للجنسيات العربية كون هذا المؤتمر بيضم بيختص بويك عربية بيختص بالمنطقة العربية في هذا المؤتمر. يعني حسب قائمة الحضور هناك 7 جنسيات فقط. طبعا أنا بعرف أيضا وأدرك أنه في مناطق عربية ما فيها محررين نشطين ويمكن ما في أعضاء يقدموا الابليكيشن من بعض المناطق العربية، ولكن مثلا في الإمارات أنا ما بعرف محررين ولكنها كانت حاضرة بمؤسسة الآداب في الإمارات. فبذلك أنا أأمل أن يتم توجيه دعوات للمؤسسات من كل الدول العربية، المؤسسات اللي بتعنى بالمعرفة الحرة، حتى نشهد حضور جنسيات عربية أكبر في المؤتمرات القادمة. أنا طبعاً هذا أجا هيك اعتراض لأنه كنت بدي أكمل على نفس اللي تفضل فيه بالنسبة للوقت، بس هي مش بالنسبة للوقت فقط، اللي هي الجلسات الحوارية هذه أنا أعتقد أنها أهم شيء ممكن أن يحدث في مؤتمر كهذا، وهي بالنسبة لي يعني مرتبة أهم من العروض والسيشنز الصغيرة. الجلسات المطولة للحوار أعتقد أنها ستكون ذات فائدة أكبر لما يكون عندنا عدد كبير من المحررين من كافة أنحاء العالم العربي ويعني وعدد كبير من المحررين والإداريين، أن يكون في نقاش. وأنا في كل وجهة عربية أؤكد على نقاش السياسات، أنه يجب أن يكون إنه هذا مكان مناسب جدا لنقاش السياسات التي تطبق على الموسوعة وفي مشاريع أخرى، يعني خاصة في ويكيبيديا. شكرا.
ممكن سؤال فرح نغير الفورمات على هي الايديا تاع انه نعطي وقت اكثر للنقاشات والحوارات مع تبع مثلا تعمل يومين برزنتيشنز ويوم ديسكشن هذه يعني اوكي نزيد النقاش في السياسات ده كان مقترح من المقترحات بعد ويكي عربية 2017 مصر إنه إحنا عايزين ندي وقت أكتر للنقاشات حلقات النقاش المفتوحة اللي فيها نتائج مثمرة أكتر بكتير من العروض بس. فقط نزيد على الشيء اللي قالوه كنا نورمالمون كان عندنا البارح واحد ديسكسيون بيناتنا إحنا هنا كإداريين ومحللين إحنا بدك على السياسات ولا المشاكل اللي كنلقاوها إحنا ما كنتلاقاوش. الأغلبية ما بيننا كنتناقشوا في مقالات وصفحات النقاش ديالنا. باغي نديروا ميتينغ تاع زمن طويل فعلى ما قال الأخ ما نحكموهاش بالزمن يعني قول لي نص ساعة الحوار غادي غير نص ساعة لا ثاني ثلاثة سوايع أربعة سوايع نص نهار ماشي مشكل هذه هو الأهم هذا بالنسبة لنا هو الأهم النقاش ما كنتلاقاوش هذا بالأهم بالنسبة لنا لازم نديروا شهر تاع كونفيرونس ما كانش ما قلت لهم صفحات النقاش وكيبقى هذاك الشيء كيتراكم مع الوقت كيخلق حزازات فاحنا من الافضل اننا بما اننا غنتلاقاو او الا كتبنا نتلاقاو فشي مكان معين ندير واحد الوقت شويه طويل لان احنا كمحررين وكاع من خريطين في ويكيبيديا اللي عنده شي حاجه يقولها وعليها غتبنى السياسات من بعد وهذا الشيء ما نحكموش بالوقت يعني ساعه ولا ساعه هذا بالنسبه لي انا كنشوفه افضل من اي حاجه اخرى غادي نتعلمها ابخي شكرا اليوم في نقاش الاستراتيجي تطرقنا إلى عدة مواضيع يمكن بعيدة عن الموضوع الأساسي فأتمنى في المؤتمر القادم أن نخصص وقت لإحتياجات المجتمع سواء إن كانت استراتيجية أم لا شكرا عليكم أمين الاستراتيجي محرر المجتمع المغربية أولا حق أنا متأكد أن ستكون دورة رائعة في الجزائر. أنا شخصياً عمري ما سافرت خارج المغرب، وتكون أول سفر لي خارج المغرب إن شاء الله للجزائر. سافر الجزائر شكراً. بالنسبة للانطباع، أولاً من اقتراح يكون من بلي طبيعة الحال أنا ما لاحظته في الدورة ديال مراكش، لأن أول مشاركة ديالي في نشاط استراتيجي في ويكيبيديا. أنا متفق مع الملاحظة أن الإعداد خص يكون في سنة. النقاشات انا صراحه لا احب ان يكون في الدوره هي فضاء للنقاش النقاش اللي تنصبر في الموسوعه يعني في الموسوعه وفي البلاتفورمز الويكيميديا حتى تكون الدوره في الجزائر دوره لتقييم النقاش لسنه يعني وحتى لتقييم كل المسائل اللي قلناها في ثلاث ايام يعني كل المشاريع اللي الأحلام وأيضاً وأصلاً شكل النقاش أعتقد أنه الشخصين كان مفيد أكثر في النقاشات الهامشية يعني خارج القاعات وغير ذلك يعني يجب أن يكون فضاء من أجل خلق مشاريع فعلية يعني حيث ما كنعرفوا التوجهات الاهتمامات ديال كل ويكيبيديا على ذلك ونتمنى يكون الحضور كبير لان هناك اسسنا على الاطاله ويكيبيديين اللي كنشوفهم يعني اجمل احساس هو العلاقات ويكيبيديا اللي استمرت 10 سنوات في الواقع يعني باش تفعيل مشاريع فعليه انه نتمنى نشوفوا ويكيبيديين للاسف ما شفناهمش في دوره مراكش اللي يكون الحاق باش يكونوا في دوره الجزائر وكل التوفيق ان شاء الله. مرحبا. I will speak in English if you all agree. The first thing I would like to thank the organizers for inviting us, especially Rida who was with me step by step until I get my visa a day before the travel, which was. The second thing is I would like to raise the visa because it's quite, as I can see, it's quite difficult for some people to get visa. So I suggest to work with the authorities in Algeria to make it easy to people to get into your conference because it's not only about the conference, it's about Algeria and it is like a tourist
from a touristic point of view, it would be very helpful for them to get as many as they can from different nationalities. This is one. The second thing about the conference itself, I do agree to have discussions and solo talks and in conversation. And this is from our own experience. This open discussions and the solos and workshops work better and best for people. They get more engaged with the speakers. So it's like جلسات حوارية where you can discuss with the guest what he's doing for the projects. Because there is a lot of magnificent projects that need to be highlighted through discussions and open discussions. The third thing I would like to be invited for next year, inshallah, and to see you all in Algeria. And thank you very much for everything. I follow most of the suggestions that were made, but I got the idea that it was suggested to have a day for discussions. And I want to offer you from my long experience with Wikimedia conferences, discussions are very valuable, very desirable, but also very easy to waste the opportunity of a discussion. When we have a discussion in a forum like this, it costs a lot of money and effort and time to set it up, to get us all in the same room. And it's a shame if we spend an hour with a very general topic without preparation, and by the time we finished introducing each other, you know, half the time is gone, etc., etc. And this will happen unless you prepare very carefully to prevent it. So by all means, have discussion sessions, but make sure you have very clear topics, not just, I don't know, quality, but a specific proposal about quality or a specific problem about quality. Try to make the topics known in advance so people can think about it and come prepared with their ideas, with their experience in their community, and even especially focus on the most intractable problems you have on Arabic Wikipedia, things that you cannot agree on Wiki, things that you've been fighting about for years, or that you've been, you know, exhausted from discussing online. Not that you can make law in a room like this, right? Policies change only on the Wiki. But if you use the time of face-to-face with each other to discuss that difficult problem, create a working group, create a task force, and you come out with a proposal that you can then take back to the Wiki for feedback and for approval, you can maybe make a breakthrough on something that has been hard to do online for a community that is as distributed as the Arabic Wikipedia community. So that's my suggestion for you for the discussion phase. Maybe someone could summarize that in Arabic, because I'd like to make sure everybody got that. عساف كان بيحكي انه هو ما فهمش معظم اللي كان النقاش اللي تم، لكن هو استنتج انه احنا حكينا على موضوع أهمية النقاشات، ولكن هو ايضا اكد على انه النقاشات بالرغم من اهميتها وكونها محبوبه ومرغوبه من قبل الويكيبيديين بحكم هو تحدث عن حضور لعدة مؤتمرات من قبل، لكنها من السهل جدا انه يتم تضييع الوقت فيها وعدم استغلالها بالشكل المطلوب ما لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمه الحد دون ذلك ومنع حصول اي تضييع للوقت وايضا تنظيم عمليه النقاش، بمعنى اخر ان نضع اهداف واضحه جدا ولا نضع اهداف يعني فضفاضه، مثلا لا نقول الجوده ولكن نحدد مثلا بشكل اوضح جوده المقالات الطبيه مثلا في سياق مثلا طب الاطفال على سبيل المثال. ايضا هو اظن انه اذا كنت متذكر تحدث ايضا انه هذه عمليه النقاشات ليست فقط انها تستهلك الوقت بل ايضا تستهلك الجهد والمال، وانا ايضا بس اعقب تعقيب صغير، انا اشوف انه النقاشات يفضل ان تكون في الصباح وليس في المساء، لان انا متاكد انه معظمنا تعبين من المؤتمر في مثل هذا الوقت، لكن مثلا في الصباح في قمه النشاط هذه النقاشات توضع في الصباح وتعطى وقت جيد، شكرا لكم. Again, I would like to add, if you can invite authors, scientists, people who work in the medical field to know more about Wiki and how it can help them in their, like, in what they do and increase the online content, it would be very good. And try to invite young people from GCC, because GCC are focusing now on young people.
and they have authorities specialized on how to help young people to get more skills. So if you have like representative from Gulf region, this might be an opportunity to increase user groups in GCC and have one in Kuwait, one in UAE, one in Qatar, one in Saudi Arabia, Oman, and Bahrain as well. Try from now, or from 2 weeks from now, start working on building that connections, because it's very helpful and it will open opportunities for Wiki community to be more engaged and get more partnerships with everyone. Thank you. Hi, especially for the non-Arabic people here who are joining the gentlemen over there, because I think the most valuable thing in our lives is time. So when it comes to discussion, I was hearing the same things that people need more time to discuss and have conversations or a kind of mastermind. And I'm just asking the non-Arabic people, especially people from Europe, what is the use of technology in Wikipedia? Like Zoom calls, Skype calls, Facebook lives for people and editors to get together instead of waiting for months or a year to meet up. Is there any like thinking about this this way of using technology to bring people together and then maybe arrange and discuss the topics before you meet up? So when you are together, the conversation will be more focused. And I don't know if people around Europe and USA are using some kind of technology that's we can model in the Arabic world or no. And by the way, I'm the Chinese medicine practitioner guy. I haven't told that everybody was looking for me. So thank you. Hello. So just a little feedback to what he said. I don't think we can really do Skype calls here in Morocco, even though we have like the best internet. Because like, you know, we have connectivity issues, we have people living in small villages, so it's not a very optimized way to do this. And I think maybe we can work on solutions, our own, like phone calls, or like WhatsApp calls, not even like, you know, what you suggest. Discussion is going the point of discussion about future of Wiki Arabia. And now I will introduce Valerie. She's working with the Wikimedia Foundation. I'd like to have a discussion with you and how you perceive the Arabic community and how we can work together with the foundation so that we can have better results in terms of outreach and having more discussions about empowering the community. So I'll let you with Valerie so that you can talk about this. Assalamu alaikum. Nice to see you all. I just wanted to again say how pleased I am to have been here for these past 3 days. I have had great conversations with many, many of you and had the chance to witness how Wiki Arabia has been held in these past 3 days. I think it was very interesting to hear the feedback also on our next Wiki Arabia in Algeria, on things like having an evaluation of this event, the notion of learning days, having focused discussion groups, less one-way presentation but more dialogue was raised, the idea of communities being able to present their needs.
And I think there's obviously a great opportunity for those preparations to perhaps use space, which we had a presentation on 2 days ago. And Elena, I'll just ask you to raise your hand again to offer yourself and your support to our next hosts from Algeria, so that well in advance of your next off-wiki meeting, you can begin that process of preparing yourselves for the on-wiki, for the off-wiki meeting. I want to just make a couple of comments about where we are thinking about things within the foundation as well for our Arabic-speaking communities, and of course there are other smaller languages that are spoken here that are also represented, Berber, Kurdish, and others as well. I think certainly for us, we're thinking very deeply about one of the major trends, one of the major themes of the movement strategy, which is the decentralization of resources, of power, and of work across the world. So this is, I think, something that was spoken about at the last session, but it is also something we're hearing everywhere we go. At lunch, I met with a number of you and asked you about the future of Wiki Arabia. And across the board, every single person that I've asked has asked for decision-making, even for the allocation of resources to be distributed and those decisions to be made in the region. So I just want you to know that I hear it loud and clear. We are very much in support of that. I am personally very much in support of that, not just because of the recommendations of the Movement Strategy Group, but because every sustainable effort that I have seen has involved the devolution of power to multiple different places rather than it being centralized. So one thing I wanted to mention to you all is that we've begun a conversation about Wiki Arabia. And should Wiki Arabia be only a concept of a conference? Or should this be something that we start to think about as more of a convening platform? Between the end of October 2019 and when we reconvene in Algiers, how does the community converse and work together and interact with one another in that space? Right? How does it do that between events? So the thinking is now still relatively new. It is not going to look the same region to region because different regions want different things. But what we've begun to discuss is there a way in which we can begin to support a regional grouping of your choice, called what you want it to be called, with the foundation clearly in listening mode and at the back of the room, hearing from you all what you would like to have and how something like this could be structured. So I know that there's going to be a discussion about this today. I just want to say how much I'm engaged and interested in these discussions. So I want to also take a moment to introduce you to, putting you on the spot, Joël, but I want to introduce Joël Letang to you. I'm sure you've all met Joël. And Joël is working together with all of us at the foundation on a comprehensive calendar of events around the world to make sure that the event space is one that meets the needs of our communities, is also welcoming to newcomers, and presents and provides sufficient opportunity for learning and capacity development, as well as localized decision making. So for those who would like to keep in touch with Joël as well, we really warmly welcome that. One thing that I hear about everywhere I go is resources, money, grants. And so to me, it's a sign that this is a big nexus between community and foundation. I respect that deeply. And I think that for our grant programs to be of maximum utility and value, we have to marry a lot of different factors. But I want to look at those again in great detail
including what are the right sorts of sizes of grants. I think we had a quick exchange today about that. If I need $90 and you're only able to give me $500, where's the middle ground in that? What would that look like? Also, maintenance of strong fiduciary controls as we decentralize resources and grants needs to be something to be thought about, but those conversations are beginning. I also wanted you to know that I am interested in discussing with you all, we began the conversation at lunchtime, about whether having a regional community engagement liaison from the foundation based in this region, from this region, in this time zone and speaking the languages that you all speak would be a helpful thing for you to have. There has been a clear guidance to me that that person must be in support of community and not in front. Incidentally, I hear this everywhere I go, so that's loud and clear. But there was a great excitement around the idea of having someone who could be of help and assistance doing the sorts of activities that you all as a community tell us is important to do. That makes us closer to all of you, since several of us live and work in different parts of the world. And hopefully also alleviates that concern that I've heard from several of you that even when something is requested, it takes a long time, or occasionally there's no response. So we want to do our very best to address those things. So the idea of Wiki Arabia becoming more foundational, the notion of whether we can devolve greater decision making and resources to you at your level and how those decisions could get made. And thirdly, the idea of a regional liaison from community engagements team based here in the region and serving your needs. This is an ongoing discussion. So again, I've left my email with this group that I met and I said, let's keep this as an open discussion. So that we're able to make sure that we make the right decisions for you. But I want to thank you all very much for each and every one of you that has sat with me over 3 days to give me your advice. I think I made the rounds of just about everyone, but if I didn't, I would love to talk to you and hear more. So shukran, and let's keep this conversation going. Question or a point that throughout years we didn't get a response to it. Does Wiki Arabia specialize on Arabic speaking participants or the MENA region? So throughout the years, throughout the different editions, we didn't get a clear idea or a clear response to it. Should we invite the Iranians or the Turk for the next editions, or it is only limited for Arabic speakers? So this point should be raised with the community so that future organizer could take it into consideration and would have took it to specific steps so that they can engage different communities to be present during the future edition of Wiki Arabia. معلومة. زيد نقول لكم معلومة. في الويكي العربي اللي احنا عملوها في الجزائر راح يكون جائزة اسمها جائزة ويكيميديا العربي المنطقة العربية العام زعما لايك ويكيميديا اوف ذا يير بات ان ذا Arabic region. So yeah, the Arabic ويكيميديا اوف ذا يير. مرحبا جميعا. انا عارف حكيت كثير في المؤتمر يعني بدي اسكت على ثانية. في عنا اعلانين بس في المؤتمر، حبينا بالختام طبعا نعلنهم. الاعلان الاول انه في مارس 2019 حصل نقاش بين المجتمعات العربية طبعا ببرلين حول تشكيل المجلس العربي. اتفقت المجموعات العربية على اختيار فرد من كل مجموعة للنقاش حول الموضوع والخروج بخلاصة حول الموضوع.
طبعا الافراد اللي تم اختيارهم الزميل عبادي من الاردن، الزميل احمد حمدي من مصر، الزميل محمد بشندة من الجزائر، الزميل سرمد من العراق، وانا كنت معهم في المجموعه. تم يعني بنعلن حاليا الاعلان الاساسي عن تشكيل المجلس العربي. بدايه المجلس العربي راح تكون في عام 2020. المجلس العربي هدفه الاساسي راح يكون تنظيمي بين المجموعات العربيه، يعني ويكيميديا تونس مع ويكيميديا بلاد الشام وما الى ذلك، بيتضمن امور تنظيميه بحته، ما فيش اي صلاحيات للمجلس العربي طبعا انه يفرض امور وما الى ذلك، هدفه فقط مثلا امور زي المسابقات ويكي تهوى المعالم، المؤتمرات وما الى ذلك، يكون هدفه تنسيقي بين المجموعات العربيه. هذا هو الاعلان الاول بالنسبه لنا، طبعا بدايته راح تكون زي ما حكيت بدايه 2020، وراح يتم فيما بعد اعلان قوانين المجموعه والانتخابات كيف راح تكون وكيف راح يتم اختيار الاعضاء وكيف راح تكون كل الامور. الاعلان الثاني طبعا بمساعده الزميل جاك رباح، يعني بالدرجه الاولى طبعا، حصلت شراكه مع جوجل مؤخرا بين تختص بالكامل بويكيبيديا العربيه. بعرفش اللي حضر الجلسه الخاصه بجوجل بالبدايه كانوا يتكلموا عن مشروع تايجر اللي هو كان في الهند، فراح يكون في عندنا مشروع اللي هو اسمه مشروع المعرفه، راح يكون مرتبط في الوطن العربي بويكيبيديا العربيه بدعم من جوجل ومؤسسه ويكيميديا، راح يكون مشروع جوجل جلوب، راح يكون الدعم باكثر من حوالي 70,000 دولار. طبعا النقاش دائر على مده الشهور الماضيه عبر عده اوساط وعده افراد للنقاش كيف راح يكون استغلال هاي المبالغ او المبلغ يعني اللي هو اكثر من 70,000 دولار بالشكل الامثل لويكيبيديا العربيه. هذا هو بس، شكرا. To translate for everyone, for the non-Arab speakers, Ala made the announcement that it will be created an Arab council for the Arabic user group. It will be, the discussion was started way before during Wikimedia conference, Wikimedia summit, and he made the announcement, official announcement, that it will be effective for the next future and for that to maintain that every user group is represented within the KISC, this council, and these decisions should be taken into consideration and taken for in an effective way. And the second announcement was about the Google partnership. They are starting a new project called GLOW or Al Ma'rifa. So similarly to the one in India called Tiger Contest. So this was the two announcements. And there is a third announcement made by to make my Bashunda about what announcement. And it will be created an Arabic version of the Wikipedia of the year. So it will be taken into consideration. It will be organized by the Arabic Council. So that we after each edition of the Wikirabia, we will be having our Arabic Wikipedian. Having this Arabic Wikimedia or Wikipedia, so we will have an Arabic edition of this this prize. So this is the third announcement during this panel, and after this I would like to call our organizer from Wikidia Morocco. I will call in Anas and Yassin so that we can start the closing ceremony and so that we can. Officially announce that the conference will be officially closed and give the floor to our partners from Algeria. So Anas and Yassin, please come here so that you can have some notes. Yassin?